الفائزين وتتواصل الأشواط. وانقل الميكروفون للزميل مطلق العنزي. شكرا محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، تحية أنقلها لكم من هنا من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة بالشحانية في هذا اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في هذا المحلي السادس وبداية أيامه. هذا اليوم الذي خصص في الفترة الصباحية والمسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. تابعنا شوطنا الرئيسي الماضي قبل لحظات ينتزع شعار هجن المرقاب أول الأشواط الرئيسية مع فتنة الشوط الرئيسي المفتوح محققا ومهديا عشاق شعار هجن المرقاب ناموس الشوط الأول الرئيسي بقيادة المضمر علي المالكي. تهانينا والناموس. معركة أخرى تبدأ متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا المسار، شوط رئيسي آخر ينطلق على بركة الله، الشوط الرئيسي المفتوح للقعدان. ونعلن لحضراتكم مجموعة كبيرة من الشعارات، أبدأها مع شعار هجن الشحانية اللي ينطلق بالمركز الاول، وهذا واضح على المركز الاول لهجن الشحانية، يقوده الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثاني هنا ينطلق رحال 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 بشعار هجن ام الزبار، احد الشباب المميزين عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري المحنك في التضمير ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث هنا الضامي لهجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني على المتابعة والتضمير. المركز الرابع الى الثالث بشار على المركز الثالث لهجن ام الزبار بقيادة الوحش هنا مبارك بن صرير المري. المركز الخامس هنا منذر لهجن ام الزبار ولانتاج ذرب على المركز الخامس بقيادة المضمر حمد بن سالم بن زاهرة. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام. المراكز الخمسة الاولى اعلنتها لحضراتكم، وهنا ينطلق الشعار الادعم في اول الاشواط الرئيسية في الشوط المفتوح، ينطلق ويندفع حاملا هذا الشعار وهذا البطل في مقدمة الشوط، ينطلق شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران. في المتابعة في التضمير هنا احد الشباب المميزين يقود هذا البطل في هذا الشوط الرئيسي في هذا الشوط الاول المفتوح شعار هجن الشحانية، وهذا واضح. الامور واضحة يا ابو سالم. المركز الاول يترقب يتابع هذا الشبل هنا في المركز الاول متربي عن هذا الشعار الادعم على صدارة ومقدمة الشوط. الاطمئنان والهدوء بدأ من شبل المضمرين في هذا المسار اللي انعزال واضح وانعزال بين عن المراكز في مقدمة الشوط. الى المركز الثاني هنا الضامي لهجن ام الزبار عند المضمر ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، لكن الوحش خطير بشار على المركز الرابع لهجن ام الزبار عند مبارك بن صرير. والمركز الرابع رحال عن ديرتك رحال، سلم عليكم في مال الله. هذا هو رحال عند المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري بشعار
شعار يم الزبار المركز الخامس. المركز الخامس هناك ينطلق، ولا المركز الرابع من؟ المركز الرابع منذر لهجن ام الزبار، والمركز الخامس رحال. قلبي مع رحال. المركز الخامس خلاص خلاص، الشعار الادعم راح، ما يحب الزحمة هذا الشعار، هذا الشعار بدل جد. المركز الثاني يا جابر خطير، خطير المركز الثاني. المركز الثاني هنا ادبس على المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني عند عبد الله بن محمد بن لويه الجحافي. الجحافي خطير، الله ولع الشوط، ولع الشوط. ادبس 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 هنا على المركز الثاني، على المركز الثاني. لكن المركز الاول، المركز الاول هنا سلالة كرار، هنا سلالة كرار على المركز الاول، على المركز الاول. انتاج ولا اروع يا صالح العيدة، هذا هو المميز. هناك كرار 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 يفوز بالشوط الرئيسي. سلالة غنية عن التعريف، سلالة ولا اروع، سلالة كرار يم الزبار. تهانينا تهانينا والناموس على الفوز بالشوط الرئيسي لهجن الشحالية. فوز المركز الاول بقيادة جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني، المركز الثاني ادبس على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث منذر لهجن ام الزبار. المركز الرابع كم؟ المركز الرابع رحال لهجن ام الزبار. المركز الخامس نمبر فايف، على المركز الخامس بشار لهجن ام الزبار. متابعينا مشاهدينا الكرام، واضح لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران يكسر حاجز الست. خمس دقائق 59-91 جزء من الثانية، هذا هو واضح بشعار هجني الشحانية. تهانينا والناموس وسلالة غنية عن التعريف، سلالة ولا أروع، وإنتاج كرار الغني عن التعريف. هذه الماركة الغنية عن التعريف يا أخواني، هذه الماركة غير، والله والله العظيم الماركة هذه غير غير. عموما تهنئة لجابر بن سالم بن فران ولعشاق شعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني أدبس على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. التوقيت الزمني 6:29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للمضمر اولا، تهنئة خاصة لسعادتي على هذا الفوز، وتهنئة للمضمر عبد الله بن محمد الجحافي. المركز الثالث، اعطوني المركز الثالث، المركز الثالث منذر، منذر على المركز الثالث، المركز الثالث منذر لهجن ام الزبار عند حمد بن سالم الزهرة. توقيت الزمني 6:09:83 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.